اللقاءات بين الرؤساء في القمة الإيطالية الإفريقية تبقى حاجة ممكن نشجعوا عليها، لكن أنا في تقديري القمة ما هيش هي الفضاء المناسب لعدة أسباب. أولا أنه اللي تعاني منها الدول الإفريقية وأوروبا مفروض أنه الإطار الطبيعي متاعها يكون نقاش بين الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي. حتى وإن كانت إيطاليا هي البلد الأوروبي الأول المتضرر من الهجرة اللي جاية من إفريقيا أو من تونس، فإنه الإشكال مفروض أنه يناقش على مستوى أوروبي ويناقش على مستوى إيطاليا. النقطة الثانية أنه غياب تمثيلية عالية بالنسبة لدول محورية كما مصر والجزائر والمغرب يثير يعني بعض التساؤل. ممكن التنسيق على مستوى الاتحاد الافريقي مسبقا، وممكن فما رفض الدول هذه فيما يتعلق ايطاليا افريقيا، وتكثرت في السنوات الاخيره هذه القمم اللي دول تعملها مع افريقيا، نشهد قمه أمريكية أفريقية روسية أفريقية ما إلى ذلك. يظهر لي إنه المسألة تتطلب أكثر تنسيق على مستوى الاتحاد الأفريقي، ولازم تكون في فضاء أوسع اللي هو مع الاتحاد الأوروبي. إن شاء الله تكون زادة هذه بالنسبة لتونس فرصة باش يناقش مواضيع هامة كما معاملة المهاجرين غير النظاميين التوانسة في إيطاليا، كثر الحديث على معاملة غير إنسانية، كثر الحديث على ترحيل قسري للمهاجرين، أكثر الحديث على شراكة أمنية ما زالت ماهيش واضحة ما بين تونس وإيطاليا، ما نعرفوش المحتوى نتاعها. فيما يخص تونس نتمنى أن المواضيع هذه تقع إثارتها والحاسم فيها، لأن المسألة في تونس بشكل مباشر ديما نبقى من الناس اللي يطالبوا بالتفريق ما بين الأطراف. ما ننصحش ونعتبر أنه أنا خطأ هو أنه يقع المفاوضات حول الهجرة مقابل المساعدات. ملف الهجرة لازم يبقى ملف بعيد على المساعدات وعلى التعاون الاقتصادي والمالي. ثم أطر أخرى والنقاشات نتاعها من وزارة الخارجية التونسية ووزارة الخارجية الإيطالية، ثم فضاءات مشتركة ما بين الحكومة التونسية والحكومة الإيطالية اللي نجم هي تكون أفضل بالنسبة للنقاش.